ليلة الحادي عشر تقول أفتر وحدي بالليل وامشي على الجدم قوة لقيتك وذر فوق القاع وقول ان هو مو هو وش عند الشمر وياك هيج بمن حرك سوى شم سويت لما ادري وبيادن يطلبني شنو سوت فاطمه؟ ان شاء الله دمعتكم ما تخف على الزهراء ولا تخف على الحسين. رجع لي قلبك شويه، خلينا نسب لها الدمعه ونتوكل على الله، ناخذ اجرها وثوابها. يلا قول يا علي. اي فرشت عبايتي على القاع يوم العاشر بعاشور وبيدي قمت لم صدره ولقيت شوية من كبدك ولقيت الخنصر المفتور ولقيت على الشريعة جفوف والعباس شيمني. أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء. جلست فاطمة على جسد الحسين المقطع، على ذلك الجسد بظلام الليل كانت تسأل أسئلة فاطمة. قالت له خليها ببالك طول أيام العشرة هاي الأسئلة. قالت له ولدي في وين راسه منه اللي داسه خمد انفاسك يا ولدي يا حسين. جيت انا عندك ابكي على فقدك في وين جبدك منزوع ثلثين عمرك محزوز نحرك وطفل على صدرك دام الوريدين. ولدي بسمع كلامك وين عظامك وزينبنا في وين؟ يلا جاوبها يا ابو علي. قال عظام احس حقوها خيام حرقوها وزينب سبوها نوحي بلونين. اسمعي زينب شنو تقول يا فاطمة. قالت انا بقيت محيرة وصفج بليدن انا لا عباس يبرالي ولا حسين انا من ابجي اخوي